I'd like to introduce Ayatollah Sheikh Abdul Karim Fahri. He's the director of the largest house in Karbala. Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullah. I would like to ask you a question regarding Azadari. What is your opinion regarding Kamazani, the Jirzani, Takbir? Would you like to enlighten us in regards to this? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الأسئلة التي سألها الأخ عن الشعائر المسلمية عن التطمير وعن السلاسل أعم من أن تكون السلاسل مع السكاكين أو بدون السكاكين واللقم على الصدور وغير ذلك من الشعائر. كل ما يحكي عاطفة كربلاء هو يفهم من عموم الأدلة أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمضوا ذلك، سواء كانت الشعيرة شعيرة دماء أو كانت الشعيرة شعيرة لطم أو كانت الشعيرة شعائر أخرى. وهناك بعض الناس في فكره يقول لابد أن مثلا أن تكون الشعائر متناسبة والعاصر. من قال ذلك؟ شنو يعني متناسبة والعاصر؟ احنا صلاتنا متناسبة والعاصر؟ نحن نذهب 1.5 مليون 3 ملايين حاج، 1.5 مليون 3 ملايين حاج كل سنة يروحون يحجون، فإذا وصلوا المشعر الحرام مثل الأطفال يلعبون بالرمال حتى يطلعون حصوات، حتى يطلعون حجارات، وش يسوون بيها؟ يروحون يضربون بها حائط. أي عقل يحمل هذا؟ من وين عقلاء؟ صورها لعقلاء العالم ما يقولون دول مجانين؟ احنا ما نجي نريد نقول الشعائر لازم تكون ومقتضيات العاصر، هاي مو مناسب ما تناسب. ليش شنو؟ الآن إحنا إذا أردنا من العالم مناسبات ينزلون عند رغبتنا، في عيد الحب قبل 5 أيام قتل 20 نفر، 20 نفر قتل في عيد الحب، وفي الشعائر الحسينية 1 ما يقتل. زين ينزلون عند رغبتنا، كل واحد إلى قرار أن الرغبات محترمة والعقائد محترمة وحرة، فهل يحترمون عقائدنا مثل ما نحترم عقائدهم؟ ليش إحنا نتنازل عن مبادئنا لأنه والله يضحكون علينا مو مناسبة؟ أنت ما تريد تتطبر لا تتطبر، ما تريد تدق على صدرك على راسك لا تدق، اما هذا اللي يدق على الراس ده يرى كرامه، يشوف كل شيء ما يصير فيه يجرح اشد الجروح وبعد ذلك يروح جوا الماي، كل شيء ما يصير فيه لا يخيطون راسه لا يسوون شيء. فلابد ان لا نتعامل معها بروح الانهزاميه، بروح خجوله وباعلام خجول وباعلام متراجع. لا، اشرحوا للناس، قول لهم ناس هاي تحمل كرامات، تعالوا بنفسكم جربوا، واحد ينجرح لجرح صغير يبقى ايام متأذي يتألم، كل شيء هؤلاء ما يصير بهم.